طب الحته اللي نزلها تحت دي خد طلعها فوق، طب الحته اللي فوق دي سيبها فوق برضه، والحته الصغيره تحت دي خدها فوق. بس ده اتعمل ازاي؟ طب لو نيجاتيف ابسولوت فاليو كلها تحت، يعني عمل لي كده سماني اسم دي نيجاتيف، احنا قلنا بيسيب ايه اول ما بيلعب في احلى ولا حاجه بيسميها اسم دي كي او اكس فانكشن دي او اتش اوف اكس، دي مشهوره جدا في السنتر. خلاص كلها هتبقى تحت، يعني هتبقى كده. خلاص الحته اللي فوق دي هتنزل تحت، طب والحته اللي تحت اوريدي دي هتفضل تحت، فاهمين يا جماعه ايه؟ والحته اللي فوق الكيرف دي هتقلب تحت. هي دي السؤال اللي كان بيجي كتير جدا في الاولد سات، بس طيب بيجيبوه في النيو سات دلوقتي برضه. معايا؟ دي مهمه جدا برضه. ريفليكشن الاكس اكسس والاي اكسس في الابسولوت فاليو.